من هذا المكان مركز شرطة باب البحرين ستبدأ الأيام جولتها في المنامة. قام المدير العام بتوجيهنا لعمل حملات توعوية في البداية، وقمنا بهذه الحملات في جميع أنحاء المحافظة، وقمنا بمختلف اللغات لجميع الجنسيات لتوعيتهم من عدم التجمع وكيفية الوقاية من الفيروس. يا كورونا فيروس بوت مشكلة، كبي بحر سعر جنت كاملية بحر مجاو كرمة بيتو سوجاو. خلال تجوالنا داخل أزقة المنامة والتي تعتبر مواقع تجمعات سكنية تقطنها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، كان هناك تواجد واضح لعناصر شرطة المجتمع والذين حرصوا على الجانب التوعوي للوافدين المارين وبلغاتهم الأم. احنا قل لهم الشباب البنغاليين اعلانهم اعطيهم التعليمات اللي نزل فيها حق الكورونا فيروس من حكومة البحرين من صوب الشرطة، يعني نزلهم الشوارع علشان سوي إعلانهم. انت عارفون القانون اللي نزل فيها في من بالكورونا فيروس، يعني أهم شيء أكثر من 5 أشخاص ما يما في المكان، أي حديقة أو برا البيت أو شارع المهال. I'm still in my room but not going the outside and I will telling all people Bangladeshi guys please this is very difficult situation as the whole country study your home then you'll be save your self and protect yourself. uska hand barabar safa karo aur har dafa customer tumhara dukan mein aayega gap rakho 1 meter bhi samajh gaya. ana aghlab nas sar andhom wa'i min intishar al virus idha kan fi tajammuat وطبعا بعد ما صدر القرار باغلاق المحلات اغلب المحلات تسكرت من قبل الساعة 7 وتجاوب الناس معانا في أغلب المنطقة وكان الكلمة تعاون معنا. قرار وزارة الداخلية بمنع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص قوبل بامتثال وتجاوب كبير، فلطالما شكلت هذه الأزقة تجمعات كبيرة لا سيما من قبل أبناء الجاليات الأجنبية. كذلك قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإغلاق المحلات قوبل أيضا بامتثال كبير، وكل ذلك من أجل محاصرة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ومن أجل سلامتنا جميعا. تمام أبو صافي لصحيفة الأيام.